تحية تونس ويحيى الجيش. لك هو بس تونس والجيش يحيى. ويضرب فيا على ظهري ويكركروا فيا، علاش جيت نطلب عليه مانا؟ جاي طالبة بحقي وحق ولادي راني. نشكون باش نمشي مانا؟ لا ضربنا لا كسرنا لا عملنا حتى شيء رانا. اختي ضربوها ضربوها داخت تحت من الدروج. احنا رجال ونساء اليوم اكلينا طريحة من عند الامن ويقولون انتم ارهابيين. ناس تسلفت باش تركب جايه في الليل ب 400 و600 كيلومتر باش جاوا لتونس باش يبلغوا اصواتهم، فهمتني؟ لكن في الاخير وقع ما لا يحمد عقباه. بعد ما تلم قرابه 400 عامل حاضره من كافه ولايات الجمهوريه في القسمه، توجهنا لوزاره التنميه. وزارة التنمية غديكة للمطالبة بحقنا في الترسيم وهو حق مشروع. حتى مسؤول ما تواصل معنا. كان الضرب السياسة القمعية لا غير. دخلنا كل أدب كل احترام، لا سبينا لا قلنا حتى كلام خارج عن النطاق، مارسنا حقنا كل الناس الكل حق التظاهر. نحب نبلغوا صوتنا اللي احنا قاعدين نخدموا العمل كل هزينه على كتافنا. هذا الكل باش ناخذوا في اخر الشهر 250 دينار اللي هي وصمه عار على جابين المسؤولين الكل. ما راعنا الا ان الامن وقف لنا بدا يحكي معانا ومن بعد تهجم علينا تهجم غير عادي. انا يجبد فيا من يديا، يجبد فيا ها حوايجي مقطعين، انا يجبد في روحي هو يجبد فيا. مستهدفين نساء بصفه خاصه نساء. المراوين يقاوى يدخلوا عليها ثلاثة أربعة بوليسية من ثلاث مين نساء في الوقت هذايا كلاتهم المطراك مساكن الشيء انداس بالموتورات، ينداسوا بالموتورات. هذو ما نسانا، هذو ما أماتنا، هذو ما أخواتنا. رام غدرونا غدرة غير عادية، حسرونا من اللوطة وحسرونا من الفوق ويدزوا فينا يضربوا فينا في ضرب عشوائي. احنا في تونس مانيش في اسرائيل، احنا توينسا، احنا نقولوا الامن هو اللي يحامي على الشعب وهو اللي يحفظ الشعب، ولا الامن اليوم ولا متهجم على الشعب. ما يقارب على 70 ولا 80 عون امن اللي فيه اللي طلع الفوق وفيه اللي بطلوت. معناها عندنا ناس كبار، عندنا ناس ذريره، عندنا ناس مرضى، فينا اللي يشتر كبده، فينا اللي معاق. يدزوا فينا في الدروج بطريقة عشوائية، يعني تيح تموت تتكسر تدقدق أمورك. احنا يا خويا ارهابيين يجيبونا المتلثمين، هذا إذا في تونس ولا وين؟ والعلم والعلم لابسه العلم يقطعوا فوق لحمي. أنا كي نعمل علم في لحمي كيما هكا نورمالمون الأمن ما عادش يقربني. وقت اللي تضرب أمن ولا نسمعوا بأمن تقتل ولا تضرب ولا صار في حاجة، كلنا نبداو قلوبنا قلوبنا عليهم، نبداو نبكيو عليهم. مساكن يحميو فينا يا أخي، طلعوا مش يحميو فينا، دقدقونا اليوم هانونا. جايب معايا بماتي وأخواتي راه. اليوم انت تنوض بكل لسان تسمع كلام زايد وناقص ونفعل ونترك وتدز بالمتراك. على زميلتنا شادية شنتوري وقع زاد استهدافها وهي عامله عمليه على الكبده وعندها اشتر كبدتها منحل. يحكوا فيها بالبنيه ويحكوا فيها بالدماغ، تقول يضربوا في كورنيتها هاي كان مش احنا جبدناها وكلينا الضرب في جرتها تموت اليوم. شيء كبير راهو يا خويا شيء كبير. قلت رانا اخواتك، رانا كيف اماتكم، رانا ما تحترمونا، رانا ماناش جايين ارهاب. احنا تبروا عملوا في الارهاب كاي، تبروا شدوا الارهاب اللي مدمر تونس، شادين احنا حضاير راحوا في 200 فلا 200 الف. والكلام الزايد وقله الاحترام، والله 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 كان كره الدروج كامل. جايبين فرقه لنا ارهابيين، احنا ناس كنا كثرنا نساء، وقع الاعتداء على نساء ثم اقتياد النساء. النساء النساء يزوم يوقفوهم يشم جايبك بالساقس، جينا نطلبوا بحقوقنا احنا. تعبت ما هي باش يتقص ضوي مقصوص عليه. قلت عليه شبيني مانيش من تونس انا. ضربني ببوني يعني غطيت على صاحبي، ضربني ببوني على زرستي، ايدي ضربني عليها، يضرب فيها على راسي بالبوني. قول لك برا اشكي بينا، نشكو مش تشكي. هذا الامن الجمهوري اللي نحن وقفنا معاه في يوم من الايام ومن زلنا واقفين معاه، كي يخرج المسيره نخرج معاه. رانا مقموعين مقموعين، نخدموا فهمتني وناخذوا في 250 دينار، ناس مترسمه احنا نخدموا لها في خدمها. احنا اللي هازين الخدمه، الخدمه الكل علينا، صدقني الخدمه الكل علينا. احنا اللي نخدموا نظافه وكان معاد كان باللي هو هازينها الكل احنا. تصور انت زياده في الاجور اكثر من شهريه عام الحظيره راهي.
راهي فضيحه فضيحه كبرى. العباد اللي تخدم وتخلص الطالب في الزياده تزيدوها، واللي طالب كليت ريحه طالب بحقه. ماناش مروحين الا ما يجينا المسؤول ويجينا، خاصه وزير التنميه اللي كلينا ريحه في عقار داره. فما عباد موقوفه، فما عباد في السبيطار، فما عباد موجوعه، فما عباد دايخه، فما يا رانا ماناش رانا نخلصوا في 140 دينار جايين متسلفين ركوبنا، ما نجموش نروحوا نرجعوا لكم غدوه. رانا للشر، رانا راكبين 150 كيلومتر باش نجوكم، مش باش نجو 150 كيلومتر باش ناكلوا طريحه. راه جينا اليوم في وقفه احتجاجيه من كل الولايات، من 24 ولايه اللي احنا عمال الحظاير نعدوا ما يقارب على 60 ولا 65 الف عامل حظيره. تعدينا على وزاره التربيه، مسكروها، سكروا البيبان، وقفوا البوليسيه والشؤون الاجتماعيه، سكروا البيبان. مشينا للشؤون الوزاره الاولى، دينا بالوزاره الاولى، مشينا للوزاره التنميه كلينا زلات، رجعنا للاتحاد. سي ابو علي المبارك خلف الاتحاد، علمناه على الاولاد اللي موقوفين، سته من الناس موقوفين، قال لحظه راهو عندي اجتماع، ما زدتوا لهنا راني تو نرجعوا باذن الله راهو نسيبهم. نحن الكلاوي تريحوا في السبيطار تو بلاش سي ان اس اس، باش مش دوية تو، ما عندناش تغطية الاجتماعية، ما فماش، ماناش طالبين المستحيل. احكي معايا انت، احكي معايا واعطيني لو مينيموم. انا طالبة منك، مانيش طالبة منك المستحيل، طالب منك مليون زدت، وطالب منك تتوكلوا تريحه في عقار دارك. اعطيني كرني باش نداوي، واعطيني اجل اللي يتراوح ما بين 345 حتى 350 دينار، واعمل لي جدوله في الانتدابات كعمال الحظايا. مانيش طالب منك المعجزات، مانيش قلت لك اعطيني 100,000 ولا 200,000 زياده، ولا اليوم رسم لي 65. دستوريا مضمون الاجر الادنى، ما نصورش في تونس انا توا في عام 2015 انسان ياخذ 200 دينار باش يعيش بها صغار ويخدم نظام 40 ساعه. معناها عامل حظيره يخلص ب 236 دينار ويدفع 40 ولا 50 دينار باش يجي لتونس لوزاره التنميه باش يسمعوه. هي الوضعيه ماهيش باش تتسوى بين عشيه وضحاها، فهمتني؟ لكن اعطيونا ان بروسيبتوس، اعطيونا ان شونسيي تتسوى فيه الوضعيه، وعطيونا الناس يا رسول الله اجر ادنى ينجموا ياكلوا به الخبز. ما زاد في التين بله انه عندنا كم عدد ست عباد وقع ايقافهم، ما هما قيس كوكا، ناشيه بن رمضان، سماح بن سعيد، شفيق الشريف، عبد القادر بن نصر. بعد ما عطاوهم التريحه وشبعوهم ضرب بكل اساليب القوه وبكل استغلال نفوذ، غادي من استغلال نفوذ، اقل ما نجم نقول استغلال نفوذ. عندنا شكون منهم مثلا ضرير هو شفيق، شفيق الشريف، شفيق الشريف هو ضرير وقع استهدافه وهزانه في سياره امنيه. ناجيه بن رمضان هي ام لي ثلاثه ايتام وهي العاهله الوحيده للعائله. عليها هي ثلاثة طلبة، إلا في تونس ولا في المسيح ولا في صفاقس، ولا هي الوعيلة الوحيدة، هي وحيدة، لا عندي راجل معايا، لا عندي حتى شيء، أنا اللي قايمة بهم وحدي. ولدي وصل البطل، وصل البطل باش ما كملش قرايته. عليه مش تونسي، راني ناضل على صغاري لاقل لحظة في عمري، لاقل لحظة من ناضل على أحمد وفي راس الدنيا. العبد ولا ما عايش على اعصابه، ما عاد راقد، ولا ولدت مريضه بالسكر، عليه من التخمام ومنين نحسب نطرح ما جيتش، ولدت عايشه تعبه تعبه على الاخر. في بالنا صارت ثوره، في بالنا باش يولي يحسوا بالعباد، في بالهم باش ينقذونا، يا اخي ما لقينا شيء، ما عاد حد يسمعنا، ما عاد حد شيء.